طلب رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح من المحكمة الدستورية تعريف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا والتي يفترض بها تسمية رئيس جديد للحكومة في وقت تتأزم فيه مساعي تشكيل الحكومة وتتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة. كما قرر صالح مد مهلة تسمية رئيس حكومة جديد للبلاد حتى الأحد المقبل بعد إخفاق القوى السياسية في التوافق على ترشيح شخصية مجمع عليها لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن إخفاقها في حسم الخلافات على قانون الانتخابات. خيارات صعبة يواجهها الرئيس العراقي برهم صالح لاختيار مرشح من ثلاثة قدمهم تحالف البناء بزعامة هادي العامري المقرب من إيران لرئاسة الحكومة الانتقالية. ولتأكيد صلاحياته خاطب الرئيس المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة النيابية الأكثر عددا التي تسمي رئيس الحكومة. رئيس الجمهورية وقع في حرج أمام القوى السياسية الشيعية القريبة من إيران للضغط عليه حتى يتبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء يكون قريبا من هذه الأحزاب وقريبا من إيران، ولهذا السبب رئيس الجمهورية لم ينصاع لهذه الضغوطات لأنه يتخوف أولا من القوة المرجعية ومن القوة المجتمعية ومن حتى بعض القوى السياسية منها سائرون وكتلة النصر. خلافات السياسة قسمت البيت الشيعي إلى معسكرين، أحدهما متمسك بالبقاء في السلطة والآخر مع تغيير معادلة الحكم وإزاحة الأحزاب والوجوه التقليدية التي لم تتردد في اتهام رئيس الجمهورية بمحاولة الانقلاب على التوافق السياسي. لم يعد هنالك كتلة أكبر ترشح، لذلك كان الاتجاه إلى من يجمع التواقع، وحتى وإن كانت كتلة أكبر ترشح شخصية لكن من الذي يستطيع أن يجمع تواقع أو دعني أقول تصويت للشخصية القادمة في وقت الشارع يرفض كل ما يأتي من رحم ومن تحت عباءة الكتل السياسية؟ في حال عدم التوصل إلى مرشح بنهاية المهلة الدستورية فسيتم نقل رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية بحسب المادة 81 من الدستور العراقي. لم تغادر الأحزاب الحاكمة على ما يبدو عقلية التوافقية السياسية دون أن تلتفت إلى دور الاحتجاجات الشعبية التي دخلت طرفا مؤثرا وصانعا للقرار السياسي. لا تؤثر عليه ضغوطات دول الجوار الإقليمي والدولي. طارق ماهر، العربي، بغداد. من جهة أخرى دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة لنزع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد الفوضى والاقتتال الداخلي. وأكدت وجوب تشريع قانون منصف للانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة في العملية الانتخابية. الخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي لا سمح الله تعالى هو رجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة. نأمل أن لا يتأخر طويلا تشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع. ينضم إلينا من بغداد الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا وسهلا بك دكتور الجبوري. هل دعوت المرجعية العليا اليوم إلى انتخابات مبكرة تعني أن هناك قناعة اليوم لدى المرجعية باستحالة التوصل إلى مرشح مستقل لقيادة الحكومة الجديدة؟ نعم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يعني بالتأكيد كانت رؤية المرجعية هي يعني خلاصة لما آلت إليه الأمور في المشهد السياسي العراقي، خصوصا في ظل اتساع موجة التظاهرات في بغداد وفي باقي المحافظات واستمرارها في قبالة عدم وجود يعني حل لأكبر مطلبين قدم في هذا المجال، وهو
فيما يتعلق باستقالة الحكومة يعني انبثاق حكومة جديدة، والنقطة الثانية فيما يتعلق في موضوع قانون انتخابات منصف ومفوضية مستقلة يعني مهنية. بالتالي أنا أعتقد اليوم هذا المشهد هو في تفاعل كبير، خصوصا وأننا نتحدث عن اتساع رقعة الخلاف بين القوى السياسية فيما يتعلق في هذين النقطتين بالتحديد. هناك خلاف اليوم في من يخلف السيد عادل عبد المهدي، وأيضا هناك خلاف فيما يتعلق في النقاط الحيوية والرئيسة في موضوع قانون الانتخابات. صحيح. بما يتعلق بالنقطة الأولى دكتور الجبوري، الدستور يقول بأنه هناك مهلة دستورية 15 يوم لاختيار لتقوم الكتلة الأكبر في البرلمان لاختيار رئيس الوزراء، في حال تم تعذر حصول ذلك يتسلم رئيس الجمهورية هذا المنصب. لماذا حتى الآن لم يتم اللجوء إلى هذا السيناريو؟ هل هناك فيتو خارجي على حصول هذا الأمر؟ لا أبدا، هو السيد رئيس الجمهورية ومكتب السيد رئيس الجمهورية قال بأن المدة انتهت في الساعة 12 من مساء يوم الخميس الماضي، وبالتالي بما أن يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت هم عطلتين رسميتين في العراق، فبالتالي يوم الأحد هو الموعد النهائي لعملية تسمية رئيس الوزراء القادم، وبالتالي مع أن هذه حيلة أو التفاف على نص المادة الدستورية اللي ما تحددت في موضوعة العطل والجمع وما إلى ذلك، لكن مع ذلك هنالك فسحة في هذه 48 ساعة التي أعطاها رئيس الجمهورية لنفسه في هذا المجال، بغية يعني حل هذه الإشكالية مع القوى السياسية الشيعية اللي هي مكلفة بعملية ترشيح اسم ليتولى الحكومة الجديدة. نعم. طيب، برهم صالح أيضا طلب من المحكمة الدستورية تعريف الكتلة البرلمانية الأكبر. شارع يقول بأنه هذه الخطوة هي فقط للمماطلة لا أكثر. يعني واضح انه الحقيقه اولا عمليه تسميه السيد عادل عبد المهدي كانت هنالك ايضا خرق للماده الدستوريه 76 واللي تتمثل في الكتله النيابيه الاكبر اللي تتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات. السيد عادل عبد المهدي لم يكن هو مرشح الكتلة الأكبر آنذاك، وإنما كان مرشحا توافقيا تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية الشيعية وشكل الحكومة. اليوم بدليل اليوم كتلة السائرون تقول نحن الكتلة الأكبر، وهنالك كتلة البناء اللي هي أيضا تدعي بأنها هي الكتلة الأكبر، وبالتالي سيد رئيس الجمهورية أراد أن يقطع هذا النزاع وبعث باستفتاء أو استفسار للمحكمة الاتحادية لتسمية ما يسمى بالحكومة أو بالعفو بالكتلة الأكبر. نعم. علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، شكرا جزيلا لك.